زكاة الفطر تجب على الإنسان أن يخرجها قبل صلاة العيد. طيب إذا أخرجها بعد صلاة العيد لا تقبل، لا تقبل بعد صلاة العيد، لازم قبل صلاة العيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل صلاة العيد أو من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، تطوع مو زكاة. وفرق عظيم بين أجر المال الذي تدفعه زكاة وبين المال الذي تدفعه تطوعا، فرق عظيم. مثل صلاة الفرض وصلاة النافلة، وقتها النهائي قبل صلاة العيد. إذا صليت العيد بعد ذلك لا تقبل منك صدقة اللي هي زكاة الفطر، لا تقبل بعد صلاة العيد. واحد يقول طيب وإذا ناسي؟ حتى لو ناسي، ناسي والمتعمد في هذا سواء، لا تقبل منه. طيب يعني ما أخرجها؟ لا تخرجها، لأن حق للفقراء كما قلنا، هي إيش؟ طهرة للصائم، وإيش؟ وطعمة للمساكين.